اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على النادي الاهلي بعد الفوز الغالي امبارح على انبي في السوشيال ميديا. سبورت 360 على تويتر قالوا ايه؟ قالوا 5 اهداف علي معلول ملك التسعين الجديد بالنادي الاهلي. احنا عارفين طبعا ملك التسعين الاساسي مين؟ طبعا امام متعب، فنجم كبير طبعا في تاريخ النادي الاهلي ومهاجم اسطوري يعني. لكن علي معلول برضو يعني جاب 5 اهداف في التوقيت ده. يعني افتكر ماتش السنه اللي فاتت او في حرس الحدود على ما اتذكر، وكان في ماتش او في طلائع الجيش مش فاكر، وكان في ماتش السنه دي مع المحله في الاخر جون من ضربه حره مباشره وجونين امبارح. فهو شكله ملك التسعين الجديد فعلا يعني. لكن في كل الاحوال هي يعني سمه موجوده عند النادي الاهلي وثقافه وعقليه عند النادي الاهلي ان انت تلعب لاخر لحظه. فطالما انت بتلعب لاخر لحظه وارد جدا ان انت تجيب عدد كبير من الاهداف بالشكل ده يعني. فمعلول طبعا نجم كبير، بنبارك له على الهدفين وعلى النتيجه طبعا بكل تاكيد يعني. يلا كوره. حسام على تويتر بيقولوا ان في مصدر قال لهم تاجيل مباراه الاهلي وايسترن وجدولاتها قبل القمه، وهو ده اللي هيحصل خلال يعني ايه ساعات قليله قوي هيتم الاعلام من قبل رابطه الانديه المحترفه. خلاص بقى في مرونه في التاجيل، خصوصا بعد ما النادي الاهلي ابدى مرونه ايضا من خلال ان هو يلعب مباراه ايسترن في توقيت التوقف الدولي وبدون الدوليين. فبالتالي الكره بقت في ملعب رابطه الانديه المحترفه اللي قالوا ان هم بنسبه كبيره هيوافقوا على تاجيل هذه المباراه بحيث ان هي تكون يوم 12 يونيو او عفوا هتكون يوم 15 بعد مباراه الاهلي مع المصري بالسلوم يوم 12، وبعد كده يلعب الاهلي مع الزمالك يوم 19 في بطوله الدوري باذن الله تعالى. وده اللي اكده برضو العميد ثروت السويلم عضو رابطه الانديه، اللواء ثروت السويلم عضو رابطه الانديه المحترفه من حساب في الجول على تويتر، واللي قال بندرس طلب الاهلي بتاجيل مباراته مع ايسترن كومباني والاكرم موافقتنا على التاجيل. طيب خلينا ناخد خبر اخر، ده من خلال موقع او حساب كوره بلس على التويتر. وفوزي لقجع اللي هو طبعا رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم وايضا متواجد في الاتحاد الافريقي لكره القدم في المكتب التنفيذي بكل تاكيد، واللي قال تحدثت مع متسبي لمنح جمهور الاهلي كل التذاكر التي يحتاجون اليها. ده طبيعي يعني، انا شايف ان ده امر طبيعي ان هو طالما ماتش مفترض ان هو اصلا في ملعب محايد ما خليتوش في ملعب محايد ايا كان القرار بتاع مين. بقى تصويت مكتب تنفيذي، انا مش معترف بالكلام ده في الحقيقه لان ما حدش قال لنا اصلا ان مفيش اي اعلام من قبل الاتحاد الافريقي بهذا الشان يعني. لكن في كل الاحوال ده اقل حاجه، ان طبيعي جدا الاهلي يكون 50% من ساعه الملعب والوداد 50% من ساعه الملعب، ده طبيعي يعني. لكن يا جماعه عايزين ناكد عليه ان العلاقات تاني زي ما اكدنا امبارح، العلاقات مميزه جدا ما بين الاهلي والوداد، جمهور الاهلي وجمهور الوداد، تمام، مسؤولي الاهلي ومسؤولي الوداد، مفيش اي مشكله خالص والله بجد، لان الناس واخده الموضوع في اتجاه تاني، بنحب الوداد جدا وبنحب جماهير الوداد وبنحب الشعب المغربي بالكامل، دوله جميله وشقيقه وحبيبه بكل تاكيد. ما تخلوش حد يحاول يعكر صفو هذه العلاقه، ومش هندي فرصه لحد ابدا ابدا من هم متعصبون يعني. لكن كل واحد بيدور على حقه، ومش عايز اقول صدام النادي الاهلي، لكن مطالب النادي الاهلي من خلال الاتحاد الافريقي وهي مطالب مشروعه بس ملهاش اي علاقه بالوداد. لكن في كل الاحوال هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الساعات القليله المقبله، خصوصا ان حتى الان المكتب او الكاف ما ارسلوش اي خطاب للنادي الاهلي. في اجتماع بالمناسبه في النادي الاهلي، احنا عايزين نعرف اخر تفاصيله يا جماعه. اجتماع دلوقتي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لمجلس الاداره عشان يشوفوا اخر التطورات في هذا الملف تحديدا. طيب تعالوا نروح لخبر اخر وبيتعلق بموقع كوره بلس او حساب كوره بلس على تويتر، واللي قال ان الاهلي يحسم موقف محمد منى من نهائي دوري ابطال افريقيا. وهم هنا كاتبين ان هو مش هيلحق المباراه، وانا بقول لحضراتكم طبعا زي ما قلنا من شويه ان فرصه صعبه جدا ونسب قليله قوي ان ممكن يلحق هذه المباراه، ايا كان مش موجود محمد منعم في ايمن اشرف في ياسر ابراهيم في رامي ربيعه في عدد كبير من اللاعبين المميزين في هذا الخط، بيغيب 2 مؤثرين جدا زي بانون وربيعه ومحمد منعم، لكن ان شاء الله باذن الله نكون موفقين. المصري الرياضي حسام على تويتر، الاهلي يطوي صفحه مباراه انبي ده طبيعي، ولكن التخطيط تتحدى موسيماني بسبب محمود كهربا. والله ما في اي تحدي ولا حاجه خالص يعني، كهربا لاعب معار عارته خلصت، هيبتدي مع الاهلي من الموسم الجديد، بيبقى في رؤيه فنيه للجهاز الفني ولجنه التخطيط، بيتم التنسيق والتوصل لقرار نهائي بمنتهى الشياكه اللي في الدنيا اللي ممكن تتخيلها.
لا في تحدي وخناقه ولا كلام من ده، اصل مثلا مش عايز كهرباء، اصل لجنه التخطيط عايزه كهرباء، لا الموضوع مش كده خالص. بيبقى في تقييم الوضع ايه، احتياجات النادي الاهلي ايه، امكانيات كهرباء ايه، طبعا امكانيات كويسه جدا هنحتاجه معانا، مش هنحتاجه هنشوف الامور تمشي ازاي. لكن انا بقول لحضرتك ان كهرباء لاعب مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، القرار يبقى عند لجنه التخطيط وموسيماني اللي بينسقوا دايما مع بعض بشكل مميز. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقه الترند النهارده، استنوا يلا بينا.